الطيران التركي قصف المحطة والمنشآت، منشآت زاربة على منشآت عودة على محطة الكهرباء، قصف المحطات والمحطات الكهرباء والمحطات النفطية، وذلك أدى إلى وقوف المحروقات من مازوت الغاز الكهرباء المي، كلها تأثير على المواطن. هاي الحلقة المصفاية نطالع بنزين ومازوت بمشيتين 200 عائلة، كل من ضربها كلها خرج عن الخدمة، دمرها بنوب، لا ظل انتاج ب 200 عائلة كلها ترزق من ورا الحقل هذا، هلا كلها قاعدة بالبيت لا شغلة ولا عمل، يعني دمروا بالكامل الاحتلال التركي، يعني مصفاية مدنية لا بها لا عساكر لا شيء لا بالمرة. كهرباء صار لها من الضربة وجاء يعني ما شفناها، مي ما بي، روح جوا على السبايات تجيب مي، بس سيارات شو نسوي؟ أو نجي مولدة من حدا جيراننا نشغل البير، حاليا ما بي مي وكهرب ما بي زاد. ضرب الكهرباء، ضرب الغاز، لا مي لا كهرباء لا غاز لا شيء، يعني ما ضل شيء بالبلد، يعني صرنا نعاني من كل شيء معلم، ما بعرف شلون، يعني ما عاد نفهم شيء.